يبي يروح الرياض هو. صراحة عجيب انا مش استغفر الله. شوف يعني اخوياك ودك دايم تقول انهم بخير يضحكون وكذا، محمود ودي كذا بس ودي احيانا يعصب بس كذا والله العظيم ودي اني زي مره والله صار موقف جبار في رمضان، كنا رايحين نبغى شو اسمه نتسحر على طاري العصبيه، نبغى نتسحر مع زميل، وكان معي واحد من اخويا اسمه خالد الجعيد العتيبي، وكان معي نعم وياسر العتيبي بعد نعم مالك مزال متجهين والله، واحنا ماشيين في السياره مع خالد خويي، انا راكب قدام وخالد سواق وياسر ورا. حلو الكلام اسكت يا اخي هذه خالد جت عندك اشكر الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه، من عليك من عليك وين السكر ادري جايب كتاب يقراه راح يكون فيه مسابقه ان شاء الله نحتريها طال عمرك نحتريها عرفت كيف اسلم ايوه والله وحنا في الطريق ونجي عند لفه ولا في سياره واقفه ومقابله لها سياره واقفه يعني عاكسه كذا موقفين سادين الشارع وانا طالع اقول ايش طريق رايح ولا جاي هذه لفه كذا احنا ماشيين مع اللفه ذي لفه طالع من حاره على شارع هذه السياره قدامنا وفي سياره عاكسه وداخله قدامها مو متصدمين دقبوري دقبوري خالد بس قلت له قال خالد خليني انا انزل قلت له لا 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 انا انزل عليك اشوف الوضع كذا ما تدري يمكن متهاوشين وكذا نزلت انا من السياره اكبر غلط انك نزلت اي اكبر غلط فعلا اني نزلت لان انا انجنيت عاد بعدين يوم نزلت والقى السيارتين متقابلات وكل واحد جالس بسيارته اللي قدامنا احنا مع اهله واللي في الجهه المقابله ما مع احد حلو الكلام هذا عرفت كيف اللي قدامنا اقول لك ما مع احد اي واجي للرجال اللي في الجهه المقابله اللي ما مع اهل ما مع يعني حريم قلت له بالله يا اخي رمضان ونبغى نروح نتسحر وليله وكذا ويعني اذكر الله قال والله من اليوم ارجع ورا ابغى يعدي ما يبغى يعدي قلت من هو اللي ما يبغى يعدي قال هو هذا الرجال يعني اللي الثاني اللي مع حريق اللي مع المسار والله مالك في الطويله وانا اقول للرجال طيب انت ارجع الحين حلو الكلام اوكي والله والرجال ما قصر رجع بس يبغى يفتح الخط والله وجه للرجال انا حلو السيارة جيت من هذا خلاص هذاك رجع الحين ريوس وجع عنده السلام عليكم راح هذاك فتح الشباك شوي وينكم من بدري انتم وينكم من بدري قلت انا وش السالفة امشي وراك سيارات حنا وراك ماني ماشي من هنا وماني متحرك وطصق لي بوجهه قلت من اللي طصق لي بوجهه دي خربت يا ابويا خربت مشكلة عرفت كيف؟ مشكلة يمثل اي قاعد يشرح سالفة كمل كمل الله عرفت كيف؟ ويفتح الشباك ويسكر الشباك علي وانا اقول له انزل انزل قال ماني نازل ماني نازل والله طلع من السلامة وانا ارجع ورا انجنيت خلاص تضربه ما ادري ايش اسوي انا اطق هذا ما يفتح لاحظ لاحظ ترى محمود كان مروق بعدين فجاه يقبس ما في تدرج ادق القزاز معين ويفتح القزاز طاسك لما يجيك يلا روح هناك وينزل السياره ويسكر انا خلاص فقدت الوعي والله جد فقدت الوعي ويجون الناس ويتجمعون يجون اخوياي ها والناس ما تعرف ان ذول اخوياي يمسكوني يا ابن الحلال اذكر الله يا ابن الحلال هدي انت بينزل انت بينزل ويروح ينزل من السياره مثبتيني في الجهه الثانيه وهو ينزل لا 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 تشك والله اوريك خلاص انا بقطع هدومي خلاص ما نقدر امسك نفسي وخالد يقول لي تكفى يا محمود تكفى هم اخويا خالد وياسر جالسين يضحكوا طراها انت تقول لما العصبيه جالسين يضحكوا ويمسكوني ويضحكوا والله عصبي محمود الضحك ركبوني السياره طال عمرك بعد ما ركبوني السياره ركبنا السيارة وأنا منقهر منقهر بس عنقهر رجعوا ريوس يبغى يطلع من الفتحة الثانية حلو ويوم طلع من الفتحة الثانية وهو يشوف مين ياسر وخالد اللي كان يفكفكوا وينزل ويقول أخوياك ها أخوياك ها والله وريكم أفتح الباب فكر عليه جنيت مريض مريض قهرني ومعاه المشكلة مع أهله يا وليد انقهرت 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 مع أهله مرتفع ضغطي مشيت وأنا مرتفع ضغطي لكن يوم ما تسحرت زي العالم يا الله وراح احنا ماشيين يوم قربنا بيت الرجال عشان نفطر
راح قال لي خالد الجعيد انت بتنزل ها عشان انك تفتهدي الوضع ها سويت لنا فيلم سويت لنا فضيحه والله اكبر غلط انك انت اللي تنزل غلط 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 حتى خلاص صار ياسر يذكرني دائما لا تنزل ما لكم موقف ما ابي كل واحد يعطيني رده فعله ما راح اقول لك رده فعله وشي رحنا كان في مهرجان في العيد ما قطع كلامي خلص تسافر في شيء طبعا طال عمرك وصلنا في مهرجان في الرياض مهرجان العيد تسمع مهرجان العيد في الرياض اللي اثوا ثلاث ايام تجي طريق الدائري المهم انا ومعي ام محمد طبعا عوايد ورجاء مع جاء فيه دور مواقف ما لقينا فل قاعد يمكن تسع دقائق انا اساسا ما ودي اطلع عيد وقول زحمه يا بنت الحلال اقعد اي مكان بنت الحلال في البيت او خبرك الحريان لا نروح الا بنشوف لازم تطلع اصلا لازم توديهم من حقهم توديهم لحمه يا ابن الحلال واحد عيد واحد لازم المهم يوم وصلنا دور مواقف ما لقيت واخر شيء اشوف واحد يقعد يحمل شو اسمه اشغاله في السياره يعني بيمشي مع عربيه مو من السعوديه مع عربيه وعياله معه واجلس عنده وحط اشاره يسار انتظر لين يخلص على راحته هو قاعد ياخذ راحته مكادم كثر دقائق وقاعد يحمل ما شاء الله عفشه واجد المهم تجي سياره قدامي جمس وشاف الوضع ده ويوقف قلت هذا يبي يدخل ولا سالفته يا الحلال يعني شايف من زمان حاط اشاره يعني يدق رايوس او ما يدق رايوس يدخل يحشر الرجال يدخل وقت ما قدم قدم حشر الين دخل غصب دخله هو غصب وطرطع وانزل عليه يا ابو هاي الموقف جاي قبلك ولا كانه عبرني بلحظه في هذه اللحظه ايش بتسوي مشكله قاعد تقريبا يعني فوق يعني ربع ساعه دور مواقف وش ردت فعلك انت يا فايز على الاخر حاضر ايش بتسوي في الرجال رجال مع عائله وانا معي عائله وانت كنت تدور ال موقف ربع ساعه تعبت انا ادور الموقف اي يوم لقيته نعم جاك نعم والله موقف صعب مو جاء اوكي ما بدون استئذان دخل كذا يعني تقول انقلع انا عن نفسي كذا يعني اسلوبه كان سيء وقح لا سلام لا شيء والله العظيم صار لي ولا اشر والله قد صار لي انا عن نفسي بس صدمه خفيفه ادفه شوي شوي انا بسوق انا سيارتي صغيره انا بسوق سيارتي فخمه يا رجال يعني يعني مقارنه فيه سيارتي افضل من سيارتك والله يا سعد انا راح انسى الفخامه والفلوس ولا تجي مريره خلينا نجي فواز نجي بجي محمود تفضل يا فواز بعيدا عن عالم المثاليه وما ادري وش وذا يعني اللي مسوي فيها اصدمه شوي شوي لا معايا اهلي امشي هو مع عائله هو مع امشي والله انك حكيم مع عائله امشي والله انك مرات ما تبغى تسوي حفله فعلا في الشارع طيب والله انك حكيم اذا معك حريم انت بتسوي شيء طيب وانت واحد حدك سوى لك اي شيء على راسي طيب انت محمول امشي ابدا انسى انا والله بعد الموقف ذا بعد ما ذكر رده فعله هو استحيت اقول رده فعله لانها واقعه واقعه يلا هو كان كان جوابه اصدمه على خفيف بعدين نو كلاس ردة الفعل ميراق يعني بس انا تذكرت نقطة العائلة وكذا انا حتى عندي عائلة طيب حتى كان معي محمد ولدي موجود معي كان طبعا ما جاء مشان نواف محمد كان موجود اي بس انا اقول لك لو ما عندي واحد من اخواتي يعني نفس الشخصية لو هي معي عادي اصدمه مندفعين عشان احنا نكمل الحفلة والله لا تفل بس الثانيات لا ما اقدر اتصرف بس هي تعزز اصدم راسك ها صريح من الاخر ذا تفضل يا ابو تخيلت تفضل تخيل تسبك انت شيء ما تقول لا اصدمه يلا وانت الحين دورك رد فعلك وشي انت معك العائله افضل معك امك وابوك وابوك معك الشايب امك وابوك واخوانك هلا كان مريض مره شو تسوي؟ والله عشان اتصرف بس لازم الحم عشان ما يقول يس بيك اخذ موقف كي يمسكون على العائله بس ذاك يعني متعمد الاهانه فين كان؟ مسويها مع صبغة اسره وطرق انا ايش سويت انا صراحه؟ شارلوك هومز المحقق اقول لك انا ايش سويت انا صراحه فيه؟ ما حد يزعل برد سبدي برك تبدي صدق والله مع انه صراحه بعض الاشكال المشكله وش ذنب اللي معه؟ ما ادري بس انا عممت العقاب عليهم جت فيهم العيد سويت نزل السياره اكلمه كانه ما يسمعني كاني انا ماني موجود في العالم هذه تكره ذي نعم هددته قلت والله وحلب الطرق اذا ما وخرت سيارتك انتج ما تلقاها مثل ما وقفتها
اوه انت مره يعني اوفر. لانه صراحه احنا دفاعيين صح بس عندنا رد علي قال روح كبيده كذا قال كذا قال لي قول انقلع عرفت؟ شوف شلون وقعنا اخي عيد يا اخي عيد ابو محمد قال سعد يا شوت والله لا اسوي فيه شيء ما ادخل كرات كلها من الشمال اربعه نستنى كذا ما بروح اخليك واروح ولا دخلت المنتجع دخلت طلعت فكيت كله اخذت على المسمار والله يا رجال تبي الصراحه على طول يدق على ربعه يدق على اخوه يدق على شرطه يدق على اي واحد يسوي اللي يبي شو اسوي انت اعترفت على الهواء يعني نعم نتمنى شوف اللي يحترم نفسه يحترم يحترم ما والله يا رجال نتمنى انه يسامحه على وجهه الله الله يسامحه الله يسامحه انا سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى يستر على ناس كثير ما يعني ما يجوا في طريقي والله المشاكل يعني انا وانا احمد الله كل يوم خف علينا لا والله انا احمد الله لانه انا مثلا انسان ترى يغيب عن الوعي يعني ينعمي يا رجال يا ما اخي ما يصير يشوف الا ذا اعوذ بالله من قهر الرجال يا اخي لا احد يقهرك في نفسك يا اخي يا اخي وش انت اسمع على طاري المشاكل الله يكفينا شر المشاكل مره طالب من سوبر ماركت بس ترى لطيف والله مره يعني اذا شفت عصي وسكاكين اهرب على طول طيب لج لج مره طالع من سوبر ماركت واحد زياط وبعدين يبان علي اني فعلا قوي والله الشيت سالفتي يعني كذب كله والله الشيت سالفتي اللي راحت اقول لك والله مره شفت ناس يتضربون بسكاكين وقني وقنوات كذا وهذا والله دخت طحت والله دخل انا ماني دخل والله يا عيال على طاري المشاكل انا محمود اسلم اسلم مره على عصريه كذا كنت طالع من سوبر ماركت ورايح هنا انا كنت بلبق سيارتي بعيد عن بقال في حاره شفت اثنين من بعيد انا وانا جاي لسيارتي ماشي اشوفهم بيتضاربون جيت انا على طول على اني بفرق فوين جيت من وراء الشخص اللي معطيني ظهره اللي معطيني ظهره عرفت جاي يوم جيت يا حبيبي إلا طايرين ثلاثة يا ويلك والله يا ترى مرضيت رض والله يا صفر المشكلة جاي يفرق لاني جاي يتضارب ولا لي دخل في السالفة ولا لي دخل بأي شيء بتعرف هذول اللي قابلوني حسبوني جاي فزع أبعد نشر غنيل وهبعد وشور وتجي خلها اي والله صح دقت ساعه الخير التي في داخلي ساعه اقول له انت دق بعد هذا اليوم مش بيقولوا خير انت اعمل شر انت لا ذكرني فوان انا بس اسالك سؤال تجيبه في احد قصرت مضاربه له بس هو مضاربه مع اخوياه وتوهق بيفزع مش مسوي زي فواز هذا قصته انا الحمد لله ما عمره اخوياي انا ما اعرفه ما عمره اخوياي انا دخلوا بمشاكل ولا يدخلون بمشاكل يعني محترمين من البيت للدوام من الدوام استراحة انت تسأل انت تدعو الله سبحانه وتعالى كل يوم وانت طالع من البيت الله يكفيك شر بعض الناس لان في بعض الناس سبحان الله يبليك بشره ترى نعم والله في محطه في عند صرافه عند كفي يبليك بشره تحس انه انا مرات الله يرحم امي زمان تقول لي عشان تعرف اني انا سريع لهذا تقول لي محمود ترى انت لما يجي احد مثلا يعصبك ولا يغلط عليك ولا شيء تخيل انه الشيطان ارسله عليك لما تتخيل ان الشيطان ارسله عليك انت راح تهدى وتتعوذ من الشيطان يعني مو هو هذا ما مسكين ذا يعني بريء عرفت بس الشيطان جالس يوزع عليك لان قرينه يكلم قرينه قرينه يقول ترى هذا قرينه هذا اندفاعي استفزه يا قرينه بعد ما كان سالفه والله جد صارت لي سالفه بايخه بس صراحه فعلا رجل انجلد قدامي جلد انا كنت معه ما دفعت عنه صح؟ يجيك ما تمت ملايميني صراحه يمكن ما اكو سالفه شيء واحد من الشباب زميل لي في احد القرى وماخذ عن الرياض انهم فله وان هذا الرياض انهم يعني عادي نجي الرياض من في الامه ما حد عارف ولا معروف عرفت القريه هو منضبط هناك عرفت ولد فلان ولد فلان جاء يعني يجيك في مدينه في الامه يا شيخ بيكب العشاء عرفت طريقه فهمت المهم يوم من الايام هذا جاي من قريه يحسب نفسه رايح نيويورك يا سلام لا تخ وضعي هذه دق لي قال انا اسمع ابيك تمشيني في الرياض وتخليك شو امشيك في الرياض والله من عاد وين ترى ترى كلها قال لا مشي انتم هالرياض انتم وانتم وانتم يحط لنا شيء ولد صدقت ان احنا في العاشين ذي اللحظه المهم استقبل في مطار يطلع المطار ركب معي في السياره
وادور قودنا للتحليه، عنده معلومات هو. ايوه عارف التحليه في المردي، غرفه التحليه. فتح جوجل الاماكن التي ما عنده، مش جوجل رجع البحر صدق. رجع جالكسي متكسر بعد. حسيتك انه الرياض عندنا. المهم راحت نشوف التحليه على الطريق ذا طر 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 الطريق ذا اللي طلع ونزله نمشي عرفت كيف تقلد ايش حقت سوبر ماريو المهم جنبنا سياره من نوع اللي تجيك بدون تند كشف خاليه مره شافها ولا ما شافها بفتح الدريشه عرفت ما فتحت كذا لا افتح زر هاي انت يا رحمه يا يضحك الناس عليه عرفت اعتدى على الرجال بالكلام يا حركات فهمت كيف الحركات ذي حركات حنوس والله ذاك ما اعطاه وجه لا هو سوى شيء بدايته ما اعطاه وجه هي يبغى يعني هجد قال شكرا شكرا يقول له كذا الرجال دايم قال شكرا قال اخ والله العظيم يا اخ قسم بالعظيم ودي كنز عليه وصفقه 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 كذا يقول لي كذا هو يقول يا ابن الحلال ما له صلاح يا ابن الحلال في الشارع يا رجال ما عليك يا رجال والله العظيم انهم هذول يا رجال هيلكس وش زين هلا هلا المهم الرجال انفلت عليه شوي سبحان الله اختفى الرجال ما عاد شفنا بعد يمكن دقيقتين جاء مره ثانيه وشافه هاي الحين الدور خليك وجهه تمشى في الشارع يا ابن الحلال اسكت يا ابن الحلال فكنا ونسكت رحنا عاد بودي عاد انا صراحه حاطه في شقه مفروشه لانه حالف علي اني شقه مفروشه يبي جنب بيت اخوه وحلست انا كل شيء قال حطني عنده شقه مفروشه وامشي في الشقه مفروشه عرفت متجه لها وقفنا عند شقه مفروشه نزل الرجال من الباب ايش توقع مهبول تشيل معك واحد مهبول يسبسب في العالم يتكلم عليه انا صراحه قلت نفسي يا الله اني افتكيت ايش اسوي عندنا انت تقط عند الشقه تروح بحكم بحكم الجيره ترى مو صديق لي صديق حميم يعني انا بس اني استحيت يا اخي لنا علاقات اوكي كمل كمل جيره ما جيره و... رقم اللوحه حقتك كان حافظ كمل ايوه مو برقم اللوحه وقفت نزل الرجال اول ما نزل وقف جنبنا قدامنا كذا صفط علينا وشو صفط علينا على طول شوف كان يلحقنا شوي حقد في قلبه والله انه ساعه اخر مره شفناه قبل ساعه وانه يمشي وراي شوي شوي لين يعرف وين وقف فيه عرفت يوم وقفت الا ويصفط كذا قدام سيارتي وينزل وعلى طول انصر الرجال اسحب مع رقبته ما شاء الله رجال ثراعي بدي جسم هو بس الطول مو طويل مره بس انه ما شاء الله معظم عرفت يلعب تمارين والله يا سطر تسطيل انا ما عاد ادري يوم نزلت من السيارة هاي هاي عم بسوي كذا قال اسكت لا استحق جنبه اي والله لا اسكت قلت له استحق جنبه خله ما انت خليته المهم سطر الرجال قدامي وذاك عرفت تعرف 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 التيسه تمسك التيس مع اذنه ما ادري ما ادري